مسا مسا على كل عشاق دحيح الافلام. النهارده نلخص لكم فيلم ذا سوار. بيبتدي فيلم هنا وبنشوف واحده اسمها ابرار، وهي واحده فقيره شويه شويتين ثلاثه كده، وبتبقى مربيها جراد ما تستغربوش. بتربي جراد علشان الجراد بيجيب لها نوع من انواع الضيق، والضيق اللي بيجيبوه ده فيه نسبه بروتين قويه وهي بيبيعه للناس، بس الجراد اللي عندها ده مرهق شويه محصوله على قده. وبنشوفها بيكون بتحاول تتواصل مع حد يعالج لها المشكله بتاعه الجراد ديت، وهي بتحاول. في نفس اللحظه دي بيدخل عليها جاستون ابنها وبيقول لها يا مامي انت اخرتيني على التمرين بتاعي وفاضل له 5 دقايق ويبتدي، وهي بتقول له ده انتوا زهقتوني انا فيا اللي مكفيني. وبتنادي على بنتها لورا وبتقول لها معلش يا حبيبتي روحي ودي اخوكي التمرين بتاعه. وبنشوف لورا واخوها راحوا التمرين، واخوها نزل الملعب علشان يتمرن ولورا بتتفرج عليه، لكن لورا بتكون مش طايقه نفسها علشان في عيال بترخم عليها وبيقعدوا يتنمروا عليها وعلى امها علشان مزرعه الجراد بتاعتهم، وده العادي يعني على طول بيرخموا عليها. وبنشوف امهم وبيكون جاي لها الزبون علشان ياخد منها ضيق، اول ما بتشوفه بتقول له يا نهار ابيض زبون، واول ما بتشوفه بتجري عليه، لكن كل الزباين اللي بتجي لها ما بيشتروش حاجه علشان الجراد بتاعها محصوله قليل وهم بيكونوا عاوزين كميه زي الراجل ده كده، لكن بتحاول تاكل بعقله حلاوه وبتقول له ده انا عزمك على الغدا وشويلك شاي الجراد هتاكل صابعك وراهم. وبتتصل بصاحبها وبتقول له شوف لي حل علشان انا الدنيا معايا بايظه ومش لاقي اكل عيالي والحاله قحط ومحتاجه منك فلوس سلف ضروري. وبتقول له مش كده وبس، لا انت كمان تجيب لي زباين من صحابك علشان يشتروا مني الدقيق ده. هو قال لها حاضر يا روح قلبي، هو انا ليا غيرك؟ وبنشوف لورا وبتكون مش طايقه نفسها ولا طايقه امها حتى، ولورا بتقول لامها المدرب بتاع النادي بيسالني اخوك هيسافر معانا المعسكر بتاع التدريب ولا لا؟ امها بتقول لها والله انا مش فايقه لاي كلام دلوقتي، سيبي كل حاجة في وقتها، مش فاهم أنا إيه العيلة الكئيبة دي. ولورا بتقول لأمها أنا جعانة، وما بتقول لها روحي افتحي التلاجة هتلاقي فيها حتة جبنة قديمة كليها. لورا قالت لها خلاص يا ماما الحمد لله أنا شبعت. وبنشوف لورا لما بتدخل أوضتها وبتمسك موبايلها وبتلاقي فيديو للعيال اللي رخمت عليها في النادي ومنزلين فيديو على النت وفاتحينهم وعمالين يتريقوا عليها وعلى أمها ومزرعة الجراد بتاعتهم. ولورا بيكون خلاص على كفة الانتحار وما بيكونش مستحملة الواد ده انها هي متوحده لوحدها اصلا وعلى طول مخنوقه. عكس اخوها بيكون بيحب الجراد وبيقعد يلعب معاه وبيكون مربي مازه صغيره في المزرعه بتاعتهم. وتاني يوم الصبح امهم خدتهم معاها وهي بتبيع الضيق، وابنها ماسك جراده عمال يلعب معاها واكتشف ان الجراد ده بيحب الدم، وهم مستنيين امهم تخلص شغلها. لورا بتشوف الواد اللي رخم عليهم في الفيديو وراحت له بتقول له هو انت عملت كده ليه؟ انت كده مش روش يعني ولا خفه الدم بالعافيه. وبيقول لها نعمل اللي انا عايزه. وفضل يتريق عليها هي وامها واخوها وكمان ابوها الميت اللي ولا ما سابش حد غير لما اتريق عليه. لورا بتقول له بقى هو كده يعني؟ طب خد دي، ورزعته بالقلم على وشه وبقه جاب دم وهو قام ضاربها. وبتيجي امها وبتحوش ما بينهم وقالت للواد وربنا لو جيت جنب عيالي تاني لقطها لك وشك. ولما بيروحوا البيت لورا بتبقى قاعده حزينه كالعاده يعني، وامها بتحاول تصبر فيها وبتقول لها اهدي يا حبيبتي ما تزعليش نفسك، وقالت لها كمان ادعي لي كده ان انا ابيع الجراد والدقيق اللي في المزرعه علشان ان شاء الله لما يتباعوا هنعزل وهنمشي من هنا وهنروح اي مكان انت عاوزاه اللي هتشاور عليه هنروحه. واخيرا بنشوف البنت الكئيبه دي بتضحك لاول مره واكيد اخر مره برضه. وبنشوف لورا تاني يوم الصبح وهي رايحه مدرستها، لما توصل المدرسه بيشوف الواد اللي بيقعد يرخم عليها وقاعد مع المزه بتاعته، ولما بيشوفه راحت له قالت له هانت كلها كام يوم ومش هشوف الاشكال الزباله دي تاني. والبنت صاحبته قالت لها ما تغوري يا اختي على الاقل هنرتاح منك ومن جرادك. وبنشوف مع بعض ابرار وبيكون جاي لها زبون علشان يشتري منها كل الضيق اللي عندها، وقال لها انا هاخد الضيق ده ب 200 يورو وانا كده هكون عامل معاكي فوق الصح علشان هو اصلا ضيق تعبان ومش هتلاقي حد يشتريه بسعر اعلى من ده. لكن ابرار اتضايقت من السعر اللي قاله واتحولت ورمت كل الضيق على الارض ودخلت المزرعه وقعدت تكسر فيها واتجننت خالص. وهي بتكسر في المزرعه اتخبطت في دماغها واغمى عليها ووقعت في الارض. لما ابرار فاقت بتقول انا ايه اللي حصل لي ده، لكن بتتفاجئ بالجراد وهو على ايديها وبيقرص فيها وعمال يمص في دمها وزقتهم من على ايديها وخرجت من المزرعه بسرعه. وبنشوف راجل عجوز وهو بيدور على الكلب بتاعه الصغير، ولما بيلاقيه بياخده وبيمشي. وبنشوف ابرار وكريم صاحبها مش فاهم ايه الاسم الغريب ده، وابرار عماله تشتكي له من حياتها خدت منه سجارة وولعتها وقالت له الدنيا مقصرة معايا قوي يا ألماني.
فبيقول لها انا عمي عنده مزرعة بس مش مزرعة عبيطة زي مزرعتك بتاعت الجراد دي، لا مزرعة عنب وبيعمل منها خمرة اعوذ بالله منك يا كريم. ولما راحت بتبص على الجراد لقيتهم عاملين محصول كبير جدا وبتكون مستغربة منهم ايه اللي حصل لهم. ولما راحت تنام كل شوية بتفكر ايه السبب اللي يخلي الجراد يعملوا المحصول الكبير ده ما يكونش انا صبت عليهم، وقالت ممكن يكون علشان مصوا دمي. وتاني يوم الصبح صحت عيالها علشان يروحوا المدرسة، ولما مشيوا قررت انها تروح تبص على الجراد وتشوف المحصول بتاعهم، ولما بتروح حبت الموضوع قوي وقالت لهم انا جبت لكم اكل معايا تفضلوا كلوا ايدي. وبعد ما كلوا ايديها راحت البيت علشان تطهر ايديها، وايديها بتكون شكلها مشوه من كتر ما الجراد بياكل فيها. ولما يجي الليل بتنايم عيالها علشان يروحوا المدرسة الصبح بدري، ولما ناموا بتروح علشان تطمن على الجراد، وبنشوف ابرار وهي عند الجراد وبتحصل المفاجأة، وبتلاقي الجراد بيتكاثر بسرعة ومحصوله بسم الله ما شاء الله بقى حلو، وكمان الجراد كبر وبقى شكله ضخم شوية عن الأول، وعرفت ان الدم بيرفع المحصول والنشاط بتاعهم. وبنشوف تاني يوم كريم وأبرار وبيعملوا خيمة للجراد زيادة علشان بقوا كتير وأعدادهم زادوا. ولما بتيجي لورا من المدرسة بتقول لها ايه ده يا ماما، مش انت قلتيلي ان احنا هنبيع الضيق والجراد وهنبطل الشغلانة اللي مش جايبة همها دي؟ وامها قالت لها اسفة انا عيلة صغيرة ما تمشيش ورا كلامي. وخدت ابنها وراحت وريت له الجراد شكله بقى عامل ازاي، وبيكون ابنها مبسوط علشان هما كبروا. ولما الليل بيليل بنشوف ابرار وهي رايحة تجمع كل الضيق بتاع الجراد، وبيكون المحصول زاد والضيق بقى كتير عن الاول. وبعد كده عملت حاجة غريبة وقلعت كل هدومها علشان الجراد ياخد الدم من جسمها كله، وبعد كده دخلت بيتها علشان تطهر جسمها من الجراد. وبنشوف مع بعض ابرار تاني يوم الصبح علشان تروح للمزرعه، ولما بتروح بتلاقي ان المحصول بتاع الجراد بقى كتير بطريقه رهيبه، وبتبقى مبسوطه من ده قوي علشان كملت الكميه اللي كان طالبها الزبون منها. ولما الزبون جه اديته كل الحاجات اللي كان طالبها وخدت منه الفلوس وقعدت تودهم ومفيش حد قدها، وقالت للزبون ان شاء الله هتلاقي من الكميه دي كتير بعد كده. وبعد كده بنشوف المعلمه ابرار اللي مفيش حد قدها دلوقتي وتتكلم في التليفون وبتقول الو معاكم ابرار هانم، انا محتاجة 30 لتر دم ضروري. وبنشوف الراجل العجوز اللي كان بيلعب بالكلب بتاعه باصص بص غريبة على المزرعة، البصة دي انا مش مرتاح لها. وبنشوف ابرار وبيكون المندوب جاب لها الدم اللي كانت طلباه، ولما خدت منه الدم بتدخل وبتحطه في علبة كبيرة وبتحط عليه حاجة شبه الدقيق وبتزودهم مية علشان يبقوا كتير، وسابتهم للجراد لتاني يوم. وبنشوف لورا وهي قاعدة حزينة العادي بتاعها يعني، وبيجي واحدة صاحبتها، ولما بتيجي صاحبتها دي بنكتشف ان هو صاحبها بس بيكون شبه البنت شويتين، وبيقعد يعصب فيها وبتاخده بيروح المزرعة بتاعت امها. وبنشوف جاستون وهو قاعد في العربية ومعاه المعزة بتاعته، وبيبص وبيشوف جرادتين واقفين على ازاز العربية. وبعدين بتحصل حاجة غريبة وبيجي 2 مليون جرادة بتهجم على عربيتهم، ولما بيشوفهم بيخاف وبينزل تحت العربية يستخبى. ولما بيحس ان الوضع بقى هادي وبيقوم يطمن على المعزة بتاعته ما بيلاقيش المعزة ولا الجراد، وبيطلع يجري على امه ويحكي لها كل اللي حصل، وبيقول لها ان انا كنت قاعد انا والمعزة وفي جراد كتير هجم علينا ومش لاقي المعزة. وامه قالت له ما تقلقش انا هدور عليها، بس ادخل انت واختك البيت ما تخرجوش منه. وبتروح ابرار علشان تدور على المعزة بتاعت ابنها، لكن بتلاقي ان الجراد قتلها وقعد يمص في دمها. ولما بترجع له بتكون مخبية عليه موت المعزة بتاعته، وقالت له تعالى معايا نروح ندور عليهم تاني علشان انا نظري على قد يا حبيبي. ولما بيرجعوا امها بتاخد لورا وبتمسكها من هدومها وبتهزقها علشان بتعرف ان هي السبب في كل ده، وبتبقى خلاص هتضربها بس مش عارف ما ضربتهاش ليه. وتاني يوم الصبح بنشوف لورا محضر لهم الاكل والعصاير، وقالت لهم ما حضر لكم مفاجأة حلوة وهنروح رحلة دلوقتي. وبيفرحوا بيلبسوا بسرعة علشان يروحوا الرحلة، وبنشوفهم مع بعض وبيكونوا وصلوا قاعدين على الشط. وقالت لابنها عندي خبر ليك حلو، وقالت له انا عاوزاك تجهز من دلوقتي علشان تروح المعسكر مع المدرب بتاعك. وبيفرح وبيروح يجري علشان ينزل البحر. وبنشوف لورا وهي سرحانة لكن بتاخد بالها من جسم امها، وبيبقى فيه جروح كتيرة بس بتعمل عبيطة وما بتخشش في تفاصيل. وطبعا احنا كده كده عارفين ان السبب الجراد. ولما بيخلصوا رحلتهم بيركبوا العربية علشان يرجعوا بيتهم، ولما بيروح البيت بتفاجئ بنتها هي كمان، وبتكون جابت لها السكوتر اللي كان نفسها فيه، وبتفرح البت الكئيبة دي لأول مرة.
وبنشوف ابرار وهي بتكلم المندوب بتاع الدم، وقالت له ايوه يا ابني ابرار هاني معاك، وقالت له مش عاوزه 30 لتر المره دي، زودهم وخليهم 40. المعلمه ابرار بتتهور، لكن المندوب بيقول لها انا اسف والله انت مش مسموح ليكي انك تاخدي تاني اي دم دلوقتي، وقفل السكه في وشها. وهي بتتصدم وبتزعل وما بتكونش عارفه تاكل الجراد ايه، علشان خايفه المحصول يقل تاني، والطبيعي انه كده هيقل، لكن بتخرج من جسمها شويه دم وبتدخلهم للجراد، وكمان بتشوف الكلب الصغير بتاع عم الحاج وشالته في حضنها، وقالت له خش لاخواتك هيلعبوا معاك، ودخلته للجراد. وبنشوف الزبون المعتمد بتاعها تاني يوم وبيكون مبسوط منها ومش عارف هي عملت كل ده ازاي، قال لها احنا المره دي طمعانين في كميه اكبر. وبتقول له ابرار ولو عوزت ايه هتلاقي، انت ما تعرفش انت عندي مين هنا ولا ايه، ده انا ابرار هانم، بس اديني يومين ثلاثه كده والمره الجايه هحضرهم لك. وبنشوف لورا وهي بتحضر لاخوها الشنطه بتاعته علشان خلاص مسافر بكره، وتقعد تتكلم معاه وبتقول له خلي بالك من نفسك، وقالت له مش بقيت تكون انت ابو تريكا الجديد. وبنرجع وبنشوف ابرار تاني وبتبقى ماشيه عماله تدور على اي روح علشان تاخد منها اي دم، علشان الناس طالبين منها كميه كبيره، وده معناه ان هي محتاجه دم اكتر، لكن ابرار ما بتسكتش خالص وبتتصرف في عجل وبتذبحه وبتصفي دمه في جراكن من عندها، وبتدخله للجراد وبتقول لهم الف هنا على قلبكو. وتاني يوم الصبح بتصحى لورا واخوها وبيلبسوا علشان جه الميعاد بتاع المعسكر، لكن ابرار ما بتكونش مهتمه، وبتروح لورا علشان تصحيها وبتخبط على اوضتها، وقالت لها مش هتيجي معانا نوصل جاستون للاوتوبيس بتاع المعسكر، وصحيت ابرار وقالت لها خلاص روح انتوا علشان ما تتاخروش، وانا هقوم البس واجي لكم عند الاوتوبيس استنوني. وبنروح ونشوف لورا واخوها وبيكونوا وصلوا مستنين امهم، وبتفضل تتصل بيها لكن امها ما بتردش عليها، وقالت لاخوها ما تزعلش يا اكيد تعبانه شويه، روح انت اركب الاوتوبيس علشان ما تتاخرش. وبترجع لورا البيت وبتكون متعصبه من امها قوي، وبتخبط على اوضتها وما بتلاقيهاش في الاوضه، بس بتلاقي هدومها كلها دم. وبتقلق لورا وبتجري على المزرعه علشان تطمن على امها، ولما راحت تطمن على امها بتشوف امها شايله هدومها وقاعده للجراد علشان تمص دمها، ولما بتشوف المنظر المقرف بتجري وبتبقى مصدومه، وبتكلم كريم صاحب امها وبتقول له تعالى الحقني انا في مصيبه، امي باين عليها اتجننت. وبنشوف مع بعض كريم وهو بيوصل البيت بتاعهم وبياخد باله ان ابرار شكلها متغير ومش قادره تتحكم في نفسها، وبيكون اعصابها بايظه ومرهقه جدا. وكريم قال لهم انا عايزكم تيجوا انتوا تقعدوا معايا في البيت ونغير جو سوا، علشان انا كمان تعبان وزهقان ومحتاجكم معايا. وبياخد كريم لورا وابرار البيت عنده، ولما بيوصلوا البيت بتاع كريم بياخد لورا على جنبه وبيقول لها احكي لي بقى انت شفتي ايه، واحكي لي كل حاجه بالتفصيل علشان انا مش مرتاح لامك علشان شكلها متغير. ولسه لورا هتحكي له، لكن بيلاقوا ابرار وقفلهم في وشهم، وبتقول لهم ها بتتكلموا في ايه، لكن كريم اتحول عليها وقال لها انت مش شايفه منظرك وشكلك، مش واخده بالك انك تعبانه، مش واخده بالك انك خسيتي وبقى شكلك وحش. لكن ابرار بتقول له مش لوحدك اللي بتعرف تزعق، وتعصبت عليه وقالت له انت مالكش دعوه بيا ولا ببنتي، ويلا بقى رجعنا زي ما جتنا. وبنشوف الراجل الكبير يا عيني وهو بيدور على الكلب بتاعه كالعاده يعني، ومش عارف يحافظ عليه، وقال ما يكونش في الخيمه دي. ولما دخل الخيمه ويا ريته مكان دخل، كل الجراد بيتلموا عليه وبيقول له ايه لحمه واكلوه. في اللحظه دي بنشوف كريم وبيرجع ابرار وبنتها بيتهم، وما بيكونش مرتاح للبيت بتاع ابرار وبالمزرعه بتاعتها، وقال انا لازم انزل ابص بنفسي على المزرعه واشوف اللي جواها. ولما كريم بيدخل المزرعه شاف ان الجراد متلم مع الراجل العجوز، واتصدم من اللي شافه وجري قبل ما الجراد ياكله هو كمان، وقال له والله لنا للجراد ده، وبيروح وبيجيب بنزين وبيغرق بيه الخيمه بتاعت الجراد وبيولع فيهم كلهم. لكن بنشوف ابرار وهي ماسكه طفايه الحريق وبتحاول تطفي النار، لكن كريم بيبص على الخيمه وبيشوف حاجه غريبه، وبيطلع يجري ويستخبى في البيت وقفل كل البيبان والشبابيك علشان الجراد ما يدخلوش جوه، وخلى لورا تستخبى في الدور الثاني. وبنشوف الجراد ويكسر الازاز بتاع الشباك، والجراد بيقول لكريم بقى انت عاوز تولع فينا، طب تعالى بقى، واكلوه وما سابوش فيه حته سليمه. في اللحظه دي بتسمع ابرار صوت بنتها لورا وهي بتصوت، وبتسيب اللي في ايديها وبتجري علشان تشوف بنتها مالها، وبتبقى مرعوبه وخايفه عليها لا يكون الجراد عمل فيها
حاجة. وأبرار خدت بعضها وجريت على البيت، ولما بتخش بيشوف كريم وهو نايم على الأرض والجراد بيتلم عليه وبياكل فيه، وخافت علشان ما لقتش بنتها، بس سمعت صوت بنتها جاي من بره البيت وطلعت جري بره البيت علشان تدور على بنتها، وهي قلقانة مش عارفة تتصرف ازاي. وهي بتدور عليها فجأة بتلاقيها تحت مركب مقلوب في المية والجراد حواليها، وطلعت مطوة من جنبها وعورت نفسها وخلت وشها كل دم علشان الجراد يتلم عليها ويسيبوا بنتها، وقعدت تصوت علشان يسمعوها ويروحوا لها. وفعلا اللي هي عاوزاه حصل، وكل الجراد اللي كان في المزرعة اتلم عليها وخدته ونزلت بيه المية، وأبرار والجراد اختفوا. وبنشوف منتهى اللورة وبتكون مرعوبة على امها وعمالة تصوت عليها ومش عارفة تنقذها ازاي ولا عارفة هي فين اصلا، وبتكون مرعوبة علشان امها ساعتها لوحدها. لكن سبحان الله بتحصل مفاجأة، وامها بتظهر وبتطلع من تحت المية وبتقول لها عليا الطلاق بالثلاثة انت اتخضيت، وبيكون الجراد كله غرق في المية وما بقاش ليه وجود. ولورا وأبرار بيحضنوا بعض وبيبقوا مطمنين علشان هم لسه عايشين وعرفوا يخلصوا من الجراد. وبتخلص قصتنا، بينتهي فيلمنا على كده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تبخلش ناب لايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام جاية كتيرة قريب. واشوفكم على خير ومع السلامة.